ننتظر الآن استدعاء حكم المباراة أو حكم البطولة عفوا حكم البطولة ليتخذ القرار النهائي. وحكم البطولة هو الحكم السعودي يوسف الطريف. حكم الكرسي بيتحدث معاه وبيبلغه ان كالو فيونيس ابلغه ان هو مش قادر يكمل المباراة لإحساسه بالإعياء. Game set and match. Iftikhar Samir, due to retired of Markos. وتنتهينا يعلن حكم المباراة انتهاء المباراة وبفوز سمير افتخار من باكستان الأول تصنيفا في البطولة ورقم 272 على مستوى العالم. فاز بالمجموعة الأولى 6-0 والمجموعة الثانية كان متقدما بشوط ثم أعلن اللاعب اليوناني كالو فيونيس الانسحاب بسبب إحساسه بالإعياء. كما يظهر على اللوحة كان الشوط الثاني من المجموعة الثانية نتيجة 30-0 بتقدم افتخار، وهو بهذه النتيجة أو عندما كانت هذه النتيجة أعلن كالو فيونيس الانسحاب من المباراة لإحساسه بالإعياء. وبهذا تنتهي المباراة النهائية لفرض الناشئين تحت 18 سنة لبطولة زين البحرين الدولية لناشئي التنس، والتي تنظم للعام الثاني في مملكة البحرين بانسحاب اللاعب كالوفيونيس وفوز اللاعب سمير افتخار من باكستان المصنف الأول في البطولة ورقم 272 على مستوى العالم. كنا نتمنى أن نشاهد مباراة قوية كما ظهر من شوطيها الأولين، ولكن حالة الإعياء التي ظهر عليها اللاعب اليوناني بعد الشوط الثالث في المجموعة الأولى كانت تنبئ بأنه يعاني من الإعياء وأنه لا يستطيع أن يكمل المباراة. ونحن ننتظر تسليم الجوائز على الفائزين في هذه المباراة النهائية. أحطها مني ينقزني من نحن في انتظار توزيع الجوائز على الفائزين في هذه البطولة التي تختتم اليوم بعد أن انطلقت في الرابع من أكتوبر الحالي واستمرت مبارياتها على مدى 6 أيام كاملة لتنتهي اليوم بمباراتي فردي الآنسات التي شاهدناها منذ قليل، ثم تبعها المباراة النهائية لفرد الناشئين تحت 18 سنة والتي انتهت بانسحاب اللاعب اليوناني كالوفيونيس وفوز اللاعب الباكستاني المصنف الأول في البطولة سمير افتخار.
كما ذكرت أن بطولة العام الماضي 2009 كان بسبب النجاح في تنظيمها أن الاتحاد الدولي منح فرصة التنظيم لسنة ثانية لنادي البحرين للتنس الأرضي لتنظيم هذه البطولة في عامها الثاني وبرعاية من زين البحرين. وفي الحقيقة نادي البحرين للتنس ويعني باختيار مجموعة من أعضائه كل عمل تطوعي استطاع أن ينجح في تنظيم هذه البطولة في العام الثاني للتوالي. والآن حان الموعد لتسليم جوائز مسابقة فردي الشباب تحت 18 عاما لبطولة زين البحرين الدولية لناشئي التنس التي تنظم للعام الثاني على التوالي وينظمها نادي البحرين للتنس الأرضي. وفي المباراة النهائية لفرد الشباب فاز بالمركز الثاني اللاعب ام كالوفيونيس من اليونان وهو المصنف 17 في البطولة و1007 على مستوى العالم. وفاز بالمركز الأول اللاعب الباكستاني سمير افتخار وهو المصنف الأول في البطولة ورقم 272 على مستوى العالم. وفي الحفل الختامي لبطولة زين البحرين الدولية لناشئي التنس الثانية يسدل الستار على هذه البطولة التي ينظمها نادي البحرين للتنس الأرضي للعام الثاني على التوالي. نشكر الجميع على مجهوداتهم ونشكركم على الحضور ونتمنى أن نلتقي بكم العام القادم إن شاء الله.